ما يجب أن تعرفه عن الدمامل؟ تشير الدمامل أو الدمل أو كما تسمى بالخراج إلى العدوى الجليدية التي تبدأ في بصيلات الشعر أو الغدد الدهنية، وفيها تظهر منطقة الجلد المتأثرة بالعدوى بلون أحمر، ومن ثم تتطور لتصبح كتلة صغيرة، وبعد مضي من 4 إلى 7 أيام يتحول لون الكتلة إلى اللون الأبيض المصفر نتيجة تجمع القيح تحت الجلد. ومن الجدير بالذكر أن أكثر الأماكن عرضة لظهور الدمامل هي منطقة الرقبة والإبطين والوجه والأرداف والكتفين، وقد تؤثر في العين فيما يعرف بدفل الجفن أو شحاذ العين. وفي هذا السياق يشار إلى احتمالية معاناة الأشخاص من عدوى أكثر خطورة تعرف بمصطلح الجمرة كاربينكل، وتتمثل بظهور عدة دمامل في مجموعة واحدة. تعتبر عدوى بصيلات الشعر ببكتيريا المكورات العنقوية الذهبية هي المسبب الرئيسي لظهور الدمامل. ومن الجدير ذكره أن هذا النوع من البكتيريا يتواجد بصورة طبيعية في الأنف والحلق وسطح الجلد، وبالرغم من أن الجلد يوفر خط دفاع قوي ضد البكتيريا، إلا أنه من الممكن أن تخترق المكورات العنقودية الذهبية الجلد من خلال أي جرح أو قطعة فيه، وحينها سيستجيب الجهاز المناعي ويقوم بإرسال خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم بهدف مقاومة العدوى وقتل البكتيريا. ومع مرور الوقت قد تتراكم البكتيريا الميتة وخلايا الدم البيضاء بالإضافة إلى خلايا الجلد الميتة داخل الدمل فيما يعرف علميا بمصطلح الصديد أو القيح. وفي حال انتشار العدوى لتؤثر في أكثر من مكان تحت الجلد ستتكون مجموعة من الدمامل ويحدث ما يسمى بالجمرة. قد تصيب الدمامل الأشخاص من جميع الفئات بما في ذلك الأصحاء منهم، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بالدمامل، وهي مخالطة شخص مصاب بعدوى المكورات العنقودية الذهبية، الإصابة بأمراض جلدية أخرى، الإصابة بمرض السكري، الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، الجنس حيث قد يكون الذكور وخاصة من هم في سن المراهقة الأكثر عرضة للإصابة بالدمامل. من الأسباب المساعدة في الإصابة بالدمامل أيضا المشاركة في الألعاب الرياضية، وخاصة تلك التي ينتج عنها مزيج من زيادة التعرق والاتصال الشخصي الوثيق والاحتكاك المتكرر للجلد يزيد من خطر الإصابة بالدمامل. ومن الأمثلة على هذه الرياضات المصارعة والرجبي. أيضا السمنة، فقد يزداد خطر الإصابة بالدمل لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أي أن مؤشر كتلة الجسم يبلغ لديهم 30 أو أكثر. العيش أيضا في الأماكن المزدحمة قد يؤدي إلى الإصابة بالدمامل، وإهمال النظافة الشخصية، ضعف التغذية والتعرض للمواد الكيميائية، والإصابة بأنواع معينة من العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك تعاطي المخدرات عن الوريد. لا تعتبر الدمامل بحد ذاتها مرضا معديا، ولكن يمكن أن تنتشر عند انتقال عدوى المكورات العنقودية الذهبية المسببة لها، سواء كان انتقالها إلى أماكن أخرى من جسم نفس المصاب بها أو إلى أشخاص آخرين، وقد يحدث ذلك نتيجة ملامسة جلد المصاب أو مشاركة الأدوات الشخصية للمصاب مثل المناشف وشفرة الحلاقة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن دائما منع ظهور الدمامل، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، إلا أن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تساعد على تقليل خطر العدوى بالمكورات العنقودية الذهبية، ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم، حيث يعد غسل اليدين بعناية هو أفضل طريقة للوقاية من الجراثيم، ويمكن استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول في سبيل تحقيق الوقاية أيضا. يمكنك أيضا الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها بضمادات جافة ومعقمة إلى حين التئامها لكي تقلل من خطر الإصابة بعدوى المكورات العنقودية الذهبية. تتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف وأدوات الحلاقة والملابس والمعدات الرياضية. اغسل المناشف والبياضات
وشفرات الحلاقة باستخدام ماء ساخن ومنظفات مناسبة مع مبيضات، والحرص على تجفيفها جيدا وخاصة في حالات الإصابة بتقرحات أو جروح جلدية.